تاني حاجة اللي هي الميثودز، اللي هي انت عملت ايه بقى او ايه الديزاين اللي انت عملته عشان خاطر تحقق هذا البيربس، ثم ايه الريزلتس اللي انت لقيتها، ولكن هنا without giving your opinion or interpretation، انت بس تقول لقيت ايه، ثم هنا بقى في الconclusions تحط انت استنتاجك المبني على هذه الريزلتس ايه. تعالوا كده لما نقرأ هذا الابستراكت بسرعة علشان تشوف قد ايه ممكن يبقى سهل. اولا purpose اهو، to evaluate the value of a new model of intrastromal corneal ring segments اسمها ايه في الناس اللي عندهم كيراتوكونس، and to quantify the changes in corneal topography and asphericity، يعني عاوزين نشوف هل الرينجز دي بتشتغل ولا لا، ليها فاليو ولا ملهاش في عيانين الكيراتوكونس، وعلشان نقيس التغيرات اللي حصلت في التوبوغرافية القرنية ودرجة دائريتها. دي كلها حاجات بتقول هل الحلقات دي بتشتغل ولا بتشتغلش. فين حصلت الاستادي؟ حصلت في برايفت براكتس في كلينيك. النوع الاستادي ايه؟ كانت بروسبكتيف كيس سيريز، يعني ان احنا اخدنا العيانين النهاردة وادينا لهم الحلقات دي، ومر بينا الزمن بعد ما عملنا لهم العملية، جينا قسنا لهم تاني الرؤية بتاعتهم ونشوف حصل تغير ولا لا. طيب عملنا ايه؟ هذه الاستادي جابت البيشنتس اللي عندهم برايمري كيراتوكونس. ليه؟ لان في سكندري كيراتوكونس، مش عاوزين ان احنا نكون سبب تاني هو اللي اثر في النتائج، عايزين يبقى عيان كيراتوكونس على علته لوحده من غير اي اسباب مسبقه، او الناس اللي عندها كيراتكتيزيا افتر ليزك، لانها تقريبا نفس ده، انا نفس العلاج، نفس المرضى دول بياخدوا نفس العلاج. None wore contact lenses. ليه؟ لأن الكونتاكت لينسز بتغير شكل الكورنيا، وإحنا مش عاوزين التأثير بتاع الحلقات يتأثر بإن في contact lenses عند العيان الفلاني، ولكن العلاني مش لابس contact lenses، فقلنا خلاص كله ما يلبسش عشان نبعد الفاكتور ده من إنه يأثر على نتائجنا. طيب rings were implanted through tunnels created either manually بمشرط يعني، أو بفيمتو سكند ليزر، اتعمل تانل خندق في القرنية وزرعنا الحلقات. All eyes had clear visual access، كانش في حد عنده كاتاركت، كانش في حد عنده vitreous opacity، كانش في حد عنده hemorrhage وهكذا. And corneal thickness over 450 micron. شمعنا يعني؟ والله بسبب بسيط، ان عند حضرتك الكورنيا لو كانت رفيعة، التانل اللي هتيجي تعمله ده ممكن ان هو يخرم الكورنيا. طب ولو خرمها هيحصل ايه؟ هيحصل ان احنا هنتلخبط، مش هنعرف هل الحلقات اللي حطيناها دي هل هي فعلا حسنت الرؤية، ولا هي سوقت الرؤية، ولا الرؤية ساءت من الحلقات، ولا من الخرم اللي عمله الرينج علشان خاطر الكورنيا كانت رفيعة. فعلشان نإكسكلود الصداع ده كله، هات لنا بس الناس اللي الكورنيا بتاعتهم قوية وتستحمل. كل الحركات اللي احنا عاملين نعملها دي اسمها يا جماعة exclusion of confounding factors، او ما يطلق عليه في الفقه والاديان سد الذرائع، ان هو ان انت بتقفل حجج كانت ممكن تبوظ لك الموضوع. انت خايف للموضوع الفلاني ياثر على النتيجه اللي انت مستنيها، تقوم exclude it. زي واحد جاي يذاكر يقول انا هقفل الموبايل وهقفل الباب وهجيب كوباية الشاي عشان خاطر ما نمش، وهجيب مش عارف اكل عشان خاطر ما جوعش. كل ده هو بيعمل ايه؟ بيمنع على نفسه ان كل شوية حصل له حاجة تدستراكت هم. اوكي وهكذا، نفس الكلام هو ده اللي هنعمله هنا، exclusion of confounding factors. طيب ثم بعد ما عملنا كل الكلام ده، اخدنا pre-operative and post-operative pachymetry images، صورنا الكورنيا بتاعت العيانين قبل العملية وبعد العملية، ثم حللنا نتائج هذا التصوير using a matched pair t-test and Kolmogorov-Smirnov tests. دي عبارة عن اختبارات statistical علشان خاطر تقارن اللي حصل في الكورنيز. اشمعنا اخترنا الاختبارات دي؟ علشان هي دي الاختبارات المناسبة لهذه الاستادي. مين اللي قال لنا؟ الدكتورة نرمين الستاتستيشن اللي اشتغلت في هذه الاستادي، اللي قالت عليه قلنا امين واتبعنا الستاتس اللي قالت عليها. طيب الريزالتس اللي لقيناها بقى عبارة عن ايه؟ احنا عملنا الاستادي دي على 29 ايس، 29 عين بتاعه 24 بيشنت، متوسط اعمارهم من 30 سنه زائد او ناقص 10، يعني نقول حسب من 20 ل 40 سنه تقريبا، كانوا ايفالويتد. ولقينا انه الاي سي ار اس اللي هي الرينجز دي يعني
significantly increased the uncorrected and corrected visual acuity. حسنت ال visual acuity من 0.05 ل 0.16 ده اللي هو ال uncorrected ومن 0.17 ل 0.5 ده اللي هو ال corrected بالنظارة يعني respectively. وبعدين they reduced the median spherical error. spherical error اللي هو الميوبيا يعني minus كام. قللت الضعف من minus 4 خليته minus نص. ده يعني ده improvement عظيم جدا. وقللت السلندريكال ايرور اللي هو الاستجماتيزم يعني من minus 4 ونص ل minus 2 ونص. برضو ده تحسن كويس. والبي دي هنا مقصود بيها ان هو تحسن يعني هايل يعني تحسن كويس. مش اللي هو من 4.4 ل 4.3 لا ده قلت جامد. هو ده التست اللي بيقول هي قلت كويس ولا قلت نص نص. All topographic parameters were reduced اللي هي بقى ايه القياسات اللي كانت موجوده في الباكيمتري ايمجز اللي احنا اخدناها دي بقى القياسات كلها قلت بعد العمليه including the maximum keratometry اللي هو درجه تحدب القرنيه كانت 49.5 بقت 45 هنا 49.5 بقت 45 اللي هو المينيمم هنا المين من 51 ل 48 الاستجماتيزم من ماينس 2 لما الى نص الاسفيريسيتي اللي هي درجه دائريه القرنيه كانت 0.49 بقت 0.23 كل ده بيقول ايه بيقول انه الحلقات دي بتشتغل بتحسن الفيجوال اكيوتي. هل في اي كلام من الكلام ده بيقول الحلقات دي احسن ولا اوحش من الحلقات القديمه؟ لا ولا في اي سيره هنا للحلقات القديمه ولا احنا نعرف الارقام اللي هي بتعملها كام. وما ينفعش ان انت تجيب بيبر عن الحلقات القديمه وتقارنها بدي لان العيانين ممكن اصلا كان وضعهم مختلف وهكذا. واخدين بالكم؟